بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج حياة المصطفين، البرنامج المباشر الذي يأتيكم من مدينة النجف الأشرف برفقة الضيف الدائم للبرنامج الأستاذ عباس الوهب الشمري. حياكم الله أستاذ عباس. حياك الله، سأل علي أشكرك. حياكم الله. مشاهدي الكرام، هذه الحلقة متممة الحلقات الماضية في ملف فتحناه أنا والأستاذ عباس في 5 سنوات في تاريخ الإسلام، وهي السنوات التي بويع فيها أمير المؤمنين عليه السلام بعد مقتل عثمان، وهي السنوات بدأت من المبايعة إلى يوم استشهاد الإمام. فتحنا ملفات عديدة، منها أهمية هذا الملف، لماذا يتميز هذا الملف عن غيره من الملفات، وهذه السنوات ما هي أهميتها، وقضية أن الإمام علي فعله فعل النبي صلى الله عليه وآله، ولماذا ليس لغيره هذه القضية، وملفات تتعلق برفض الإمام لسيرة الشيخين، وهنالك أمور تداخلات حدثت مع الإمام وإشكاليات طرحت على الأستاذ عباس، منها قضية أن المبايعة كانت من الناس لا كما تقولون بأنه منصوب من الله سبحانه وتعالى. آخر ما وصلنا إليه في هذا المبحث أستاذ عباس، ذكرتم قضية مهمة، قلتم أن القضية لم تبدأ من ها هنا، هذه الفترة تداعياتها كانت من أيام السقيفة، قلتم أن هنالك تغيرات حدثت بعد السقيفة، وهذه التغيرات مهمة جدا في الفترة التي تولى فيها أمير المؤمنين عليه السلام خلافة المسلمين، وهذه تبعات تحملها الإمام صلى الله وسلامه عليه. لنمر على هذه المتغيرات بالمجمل وندخل بعد ذلك في التفصيل. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المهم عندنا أن سيرة رسول الله أو السلوك الإداري، سلوك الحكم الذي حكم به رسول الله في الأمة، حصل عندنا انكسار عنه بعد رسول الله. بمعنى أنه أصل الدين الإسلامي عندما أنزله الله تبارك وتعالى، أنزله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ليس فقط على المستوى المعرفي، يعني ليس فقط على مستوى إضاءة الفكر باتجاه ما يرتبط بصفات الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى واحد، ونقض أو رد ما كان ينتهجه الوثنيون من قضية تعدد الآلهة، وكل هذه الأمور، كل هذه القضايا نعم موجودة، لكن ليست على إلى هنا وينتهي الأمر، وإنما هناك سلوك عملي بإخراج الناس من ظلمات الظلم نفسه، عدم وجود العدل، عدم وجود المساواة، عدم وجود الحرية في التفكير، احتكار المال، الطبقية العالية جدا، طبقة العبيد اللي دائما يعني تضطهد، كل هذه الأمور الدين جاء أيضا لإنقاذ الناس منها بوعود واضحة و جلية في النص المبارك. يعني النص المبارك عندما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أصبحت الدولة محتكرة على طبقات معينة، والأموال كذلك، وأصبحت باسم الدين يقتل الناس، لأنه الحروب التي شنت بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، قسم منها بحجة منع زكاة، قسم منها بحجة ارتداد، قسم منها بحجة فتوحات، هذه الأمور كلها طبعا الآن عندما تدرس هذه القضايا تدرس بوصفها إنجازات، إنجازات. لكن الباحث الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة وإلى الإنصاف، هل الدين يعني دين رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بأنه نجبر الناس على أن يدخلوا في الإسلام بقوة السلاح مثلا؟ لا، الدين الإسلامي هو كان مستضعفا وشنت حول عليه الحروب من قريش وأزلاء يعني مشركي قريش وأتباعهم من القبائل، حاولوا بأنه يجهزون على الإسلام ويمحقون هذا الدعوة السماوية،
لكن الله تبارك وتعالى أذن للذين آمنوا بأنه يدافعون عن وجودهم، عن كيانهم، عن دينهم، فحصلت مواجهة من هذا النوع، يعني مواجهات دفاعية. بعد ذلك خاصة إذا رجعنا إلى موضوع فتح مكة وما أصبح أصحاب الإشراك بعد أن دخلوا في الإسلام أصبحوا يسوقون ذات المنهج الذي يعتمد على قضية القوة ومحاولة يعني التوسع الجغرافي. طبعا عندما نقول توسع جغرافي على حساب ماذا؟ على حساب أنه تأتي مكاسب مالية كثيرة من خلال هذه التوسع. طبعا الآن الاسم اللي هو اسم أنه أنت تنشر دين أو، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله هل من سيرته مثل هذا الأمر؟ هل من سيرته مثل هذا الاعتداء؟ نقول ليس من سيرته. لذلك السنوات التي مضت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح الوصول إلى حقيقة الإسلام صعب. يعني ما أحدثته السقيفة من تداعيات أذابت السيرة الرسالية، أذابتها بسيرة هي غير رسالية لأناس عاديين، وقسم من عندهم اجتهدوا، كانوا حتى مفردة اجتهدوا. لأنه إذا رجعنا إلى الاصطلاحات حتى هذه المفردة وجدوا لها هم تخريج عجيب، أنه الاجتهاد إذا أخطأ فله حسنة وإذا أصاب إلى حسنته. هذه هذا التقعيد، يعني لاحظ حتى هذا التقعيد فيه تأمل عالي جدا. ما معنى أنه إذا أخطأ إلى حسنة؟ يعني مرضيا عند الله تبارك وتعالى اجتهاده، وقد يؤدي اجتهاده إلى قتل النفس، لأنه نتحدث عن حروب نتحدث عن رفع السيوف. هذه النقطة هنا تكون دقيقة وحساسة، يعني ليست بالشكل الذي يسوق له. أنا أعلم مثلا أنه إحنا من سنين الأولى الحياة، يعني نقول من سن الابتدائية أول ما بدينا ندرس التاريخ درسنا وفق مناهج تعددنا وتمتحننا امتحان يعني لازم ننجح به. وتخيل طفل عمره 8 سنوات يجب أن يدرس هذه النقاط بأنه فلان من الخلفاء، طبعا على مصطلح الخلفاء المعمول به يعني العام، ليس الخلفاء الربانيين الحقيقيين، فلان من إنجازاته أنه فتح، أنه عمل، أنه كذا. هذه ثابتة أستاذ عباس كما قلتم أنها تدرس. نعم. القضية درسوا لنا من عشرات السنين، وهي قضية أنه الامتداد الدولة الإسلامية بفتوحات حصلت بعد النبي الأكرم. جنابكم يعني ذكرتم أنه هذه مو من سيرة النبي، قد الوقت كان غير متاح. الجواب يجي، الجواب يجي أنه باعتبار فترة النبي فترة مختلفة، بعد النبي الفترة أصبحت أفضل ومتاح الأمور أنه يحصل هذا الانفتاح والفتوحات الإسلامية. النبي مو قائد مغولي وجاي يفتح بلدان. النبي محمد صلى الله عليه وآله جاء بدعوة حق تخاطب العقل، قضية نشر الإسلام، نشر الإسلام بالفكر. ما عندك أنت إندونيسيا أكبر دولة إسلامية الآن، إندونيسيا ما دخلت بقوة السلاح. المهم بغض النظر عن الآن، أنت حتى لتفعل أي فعل يجب أن تكون عندك مشروعية لهذا الفعل. الله تبارك وتعالى لو نرجع الأدبيات النص المبارك راح نجد بأنه قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، وبني إسرائيل يعني أبناء الأنبياء. بني إسرائيل هم سلالة أنبياء. هؤلاء ماذا كتب الله عليهم؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الدم عند الله تبارك وتعالى قضيته قضية حساسة جدا، يعني الله تبارك وتعالى ممكن أن يرمي أهل الأرض كلهم في جهنم إذا اشتركوا بقتل نفس واحدة ظلما. حتى الكم ما إلى قيمة، يعني هنا نبحث عن النوع، لأنه مثل هذه الجرائم اللي تنتهك ضد الإنسانية بحيث تنتهي إلى سفك الدماء، هذه قضية كبيرة. وكانت الدهشة عند الملائكة أن الله تبارك وتعالى لا يحصل تدخل آني ضد سفك الدماء، يعني دهشة الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، في حيثية معينة نقرأ هذا النص باعتبار أنه الله تبارك وتعالى يسمح بحصول هذا الأمر من دون تدخل مباشر لمنع آن في الآن. هكذا كانت الملائكة تستغرب هذا. ظل هذا القول نجده من أنه تعلم الملائكة أن الله تبارك وتعالى يمقت ويسخط على كل من يسفك قطرة دم في الفساد وسفك ويعني والتوسع وما يمكن أن يكون من هذا النوع. أنه أنت ناس آمنين، البشر في طبيعته يعني يتكون من أسر، فيوجد أطفال ويوجد نساء ويوجد آباء، ليس جميعهم يتخذون موقفا واحدا حتى أنت تجي تريد يعني تهجم على قرى ومدن وكذا بحجة نشر فكر. الفكر لا ينشر بهذه الطريقة، هذه حالة ليست فقط سماوية وإنما هي إنسانيا أيضا. كل اللي حاولوا ينشرون الفكر عن طريق التوسع بالقوة، هؤلاء ممكن بأنه ينشرون في لحظة معينة عن طريق أنه الإنسان يعني لنقل خوفا فممكن أنه يستجيب، طمعا أيضا لأنه يأتي مع الفاتح بعض الأمور اللي ممكن أن يحققها هو كمكاسب. إذا في المجال قضية ضغوطات تزال ضغوطات تنتهي القضية، لكن باعتبار أنه ثمرة هذا العمل تتحدثون عن الأستاذ عباس، يعني ثمرة هذه الفتوحات اللي تتوقعون أنه كانت فقط بالقوة. يعني لو الآن لو هسه لو أخذنا فد نموذج نعم. حياة النبي صلى الله عليه وآله في قضية خيبر، مو هي مماثلة للفتوحات؟ لا أبدا، لا أبدا، ليس بهذا الشكل. رسول الله أول ما ذهب إلى المدينة عقد اتفاقات مع اليهود والنصارى اللي موجودين في المدينة كانوا، وهذه الاتفاقات تلزم الأطراف بأنه ما يكونون طرف في الصراع بين رسول الله وبين قريش اللي تعد العدة للإجهاز على الرسول. وأصحاب خيبر اشتركوا في معركة الأحزاب ووطنوا للمشركين باتفاقات سرية بينهم بأنه هم يسلمون رسول الله ويضغطون من الداخل، وهؤلاء يأتون من الخارج ويطوق الرسول. هذه القضية تختلف. أنت الآن في أي صراع، أي صراع الآن يكون أنت شخص بينك وبين عهود ومواثيق بأنه لا يتدخل. هاي حتى العالم الآن، العالم المتمدن المتحضر اللي نقول بأنه عنده اتفاقات وعهود بينه وبين بعضه، إذا أحد الأطراف اشتغل بالضد بحيث شخص عندك بينك وبين اتفاق بأنه هو يحمي ظهرك وما له علاقة بمعركتك، وإذا بي يطلع دا يساعد عدوك اللي جاي يريد يقضي عليك، قطعا هذه لها تبعات، وتبعاتها كبيرة جدا، مو تبعات عادية. يعني تبعات لحد الآن بعض الدول مثل اليابان وألمانيا لحد الآن تدفع أثمان كثيرة نتيجة العدوان والاعتداء. هذه محاولة تشويه السيرة المحمدية حتى تلائم ما حصل بعد ذلك، هذه مشكلة. احنا عندنا اذا اردنا ان يعني ندقق بالامر سنجده مرة المشكلة نفسها اسلامية، يعني نفس المسلمين يحاولون انه خلينا نتوقف عند هاي العبارة، قلت المشكلة إسلامية، كيف تكون المشكلة إسلامية؟ مرة إسلامية لأنه المسلمين يدافعون عن انحرافات حصلت بعد رسول الله ويحاولون بأنه يقولون لا في سيرة رسول الله نفس الأشياء موجودة، يعني محاولة تلميع صورة معينة تاريخية هي غير لامعة وهي يجب أن تنقد، يحاولون بأنه يعطوها المشروعية والتبرير من خلال محاولات تصدير قراءات معينة لسيرة الرسول. الرسول أبدا ما حارب حرب غير دفاعية، أبدا ما حقق أي عدوان على أحد، بدليل هو 13 سنة في مكة ويحارب ويطارد وهو عنده عشيرته وعنده قوة وقادر على أنه يثير إشكالات كثيرة ويخوض حروب، إلى أن رسول الله بفتح إلهي يجتمعون الأوس والخزرج على أن ينصروه ويعاضدوه ويذهب إلهم ويؤمنون به ويذهب إلهم ويهاجر، وقريش ما تركب حاله وتحاول بأنه
تعتدي عليه. فالقضية مع رسول الله صلى الله عليه وآله قضية واضحة المعالم، لأنه هو رسول الله، ومن طبيعة الأديان السماوية من طبيعتها أنها ترفض أن يدخل أحد إليها بالإكراه. طيب أستاذ عباس، خلينا بالشخص الثاني بعد نعم. النبي هو أمير المؤمنين، نحن نتحدث على 5 سنوات من حياة أمير المؤمنين، وهو الشخص اللي كان موجود بعد النبي وبعد السقيفة، هل كان له دور وموقف من هذه القضايا الفتوحات اللي تسمى إسلامية وتبين ما هو طيب أحيانا إذا هو كإمام كنائب نعم. للرسول كمنصب من الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس ابتعدوا عنه وبايعوا غيره، المفروض على موقف بهذا الموضوع أنه هذه القضية انحرفت عن جادة الحق عن سيرة النبي الأكرم، هل كان إلى موقف تاريخ شو ينقل لنا أنه الأمير المؤمنين كان موقفه من هذه الفتوحات اللي تسمى بالفتوحات، وجنابكم تقولون هذه مو على سيرة النبي؟ نعم، الإمام المفروض إلى دور بهذه القضية، إلى موقف بهذا الموضوع. هو ما الذي يعيبه خصوم أمير المؤمنين عليه؟ يعني الآن عندما يدرسون سيرة أمير المؤمنين مثلا طيب. في أدبياتهم هم ما الذي يقدمونه؟ أنه في عصر لم تحصل فتوحات، فيعتبرون عصر أمير المؤمنين من الأعصر التي لم تسهم في نشر الدين الإسلامي. لماذا؟ لأنه في عهده توقفت الفتوحات، لم يعد هناك مجالا لأن الجيوش تتقدم وتفتح بلدان وما إلى ذلك. فهذه أيضا عندما يدرسونها سيعلنونها أحيانا طبعا على مواقع اليوتيوب وغيره موجودة محاضرات وكثير من التحقيقات مرتبطة بهذا المجال، يعني يعلنونها بأن هذه الفترة كانت هناك حروب داخلية، حروب داخلية خسائر من دون فوائد. هي الأمير المؤمنين، لا هي هذه مفردة حروب داخلية ماذا تعني؟ هي تعني أنه رفض لسيرة أمير المؤمنين باعتبارها جاءت لإصلاح أمرهم لا يريدون إصلاحه. طيب يعني أمير المؤمنين مثلا لو أنه أبقى العطايا توزيع الثروات على أناس معينين وما أقدم أمير المؤمنين على أنه يرد هذه الأموال ويحاول لنقل أن يتساءل من أين لك هذا، من أين جمعت هذه الأموال، لأنه هذه الفترة اغتنى فيها مجاميع خاصة الحزب القرشي بني أمية، خاصة في وقت عثمان كيف أنه قسم منهم بدأت تقطع لهم القطايع وما إلى ذلك. هذه ولدت أولا رؤوس أموال كبيرة عند أشخاص معينين فأصبحت مراكز قوة عالية والناس تعلم تذهب وراء الدينار والدرهم، فأصبح التأليب على أمير المؤمنين على أعلى ما يكون، وأصبح رفض سيرة أمير المؤمنين في إدارة الدولة خاصة من الناحية المالية أصبح مرفوضا من قبل هؤلاء، لأنه لا يريدون أن تكون الأمر بهذا الشكل. طيب أستاذ عباس، بينتم أن قضية سيرة أمير المؤمنين كانت مرفوضة باعتبار ما كان على النهج السابق، يعني صحيحة هو المشكلة وليس فقط على النهج السابق، يعني مو يريد يقول بأنه أنت الذي أصبحت الآن تنفرد بثروات عالية وبالتالي لديك إمكانية عالية أيضا في أنه تحزب وتؤلم، أنه أنت عليك الآن أن تعيد أموال الناس للناس، لأنه أمير المؤمنين عندما اشترط على الناس لأجل أن يبايع هو يعني يقبل بيعتهم بأنهم سيقبلون على أمور من الصعب يعني من الصعب تحملها، لأنه لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة. طيب أستاذ عباس، خلينا نتوقف عند هذه الفترة، احنا راح نتوقف في الفاصل، ولكن خلينا بهذه القضية، قضية أنه جوبها أمير المؤمنين، سيرة أمير المؤمنين، منهج يعني. أمير المؤمنين ما كان مقبول عند الناس. طيب ما كان المفروض يمشي على سيرة النبي ويجنب الناس الحروب اللي حصلت في عهده، 3 حروب ما حصلت فتوحات باعتبار أنه غير مؤمن بالطريقة اللي حصلت فيها الفتوحات، ولكن الحروب الداخلية أجيبها بعد الفاصل. بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج حياة المصطفين، فابقوا معنا. إذ قال ربك للملائكة اسجدوا خضعوا لأمر الله لم يترددوا
قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقد. لما رأوك بصلبه سجدوا، فأنت بكل ما يعني الوجود محمد، بكل ما يعني الوجود محمد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج حياة المصطفين، وعودة مع ضيفي وضيف البرنامج الأستاذ عباس الوهب الشمري. حياكم أستاذ عباس. الله بزين، الله يحفظك. قبل الفاصل دخلنا في ملف، يعني هي الملفات هواية. نعم. احنا جاي نتحدث عن المتغيرات اللي حصلت بعد السقيفة. أنتم جناكم أشرتم قلتوا هذا ملف مهم، إذا فهمناه نفهم سيرة رسول الله. نعم. اللي هي سورة سيرة أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. طيب هسه تحدثنا عن، دخلنا في موضوع سيرة أمير المؤمنين اللي كانت مرفوضة من الناس، ولهذا ما عجبتهم القضية وشنوا عليه حروب. نعم. هذا قصدكم؟ طيب ما كان من شأن أمير المؤمنين يجنب الناس هذه الحروب باعتبار هذه حروب داخلية؟ إذا قلتوا الرسول صلى الله عليه وآله رفض أن يحارب الآخرين، فكيف أمير المؤمنين دخل في حروب مع بس الداخلية؟ رسول الله ما تقاعس عن أن يجاهد في سبيل نصرة المظلومين وإعلاء كلمة الله. الحروب التي شنت على أمير المؤمنين هي حروب داخلية لأجل عرقلة مسيرة، لنعبر عنها بهذا الشكل وإن كان هذا مصطلح حديث. طيب. مسيرة الإصلاح لنقل. طيب. إعلاء كلمة الله بإقامة عدله بين الناس. هؤلاء عرقلوها في سيرة رسول الله. نفس الشيء عرضت قريش على رسول الله الأموال وأيضا تهديدات وكل ما مضت مع رسول الله. يعني الآن عندما نقول بأنه أمير المؤمنين رفض أن ينشر دين الإسلام بحد السيف بحجة بأنه أنا لأجل أن أدخل الناس مثلا في الإسلام فإنني أفرض القوة على الناس، وهذه الأمور رفضها أمير المؤمنين، لكن لا يعني ذلك بأنه أمير المؤمنين ممكن أن يداهن ويترك للباطل فرصة بأن يتفشى. الحرب أنت عندما تقول أنت ضد الحرب هذا لا يعني بأنك تجبل عن أن تواجه الباطل بالحق الذي لديك، هذه ليست بهذا الشكل، هذه معادلة مغلوطة. نحن نقول هل يعتدي أمير المؤمنين؟ لا، محال. لماذا؟ رسول الله لا يعتدي. طيب. رسول الله لو ترك له الأمر ولم تواجهه قريش بسلاحها محال أن يرفع السيف، محال. لماذا؟ لأنه قوة الحجة التي لديه أعلى بكثير، وقادر على اجتذاب الناس، وقادر على أن تنهي كل عدو أمامه. الآخر بالعكس هو الذي يبدأ بمحاولة الإجهاز بالقوة لأنه لا يمتلك الحجة. والآن أي شخص لا يمتلك الحجة تراه يحاول بأنه يفرض بالقوة. الدين الإسلامي دين قوي بحجيته عندما يواجه الآخر. يعني رسول الله مثلا واجه أولئك الذين يحاولون أن يجعلوا للأوثان للمناهج معينة يتكسبون منها، يفرضون رؤاهم ويفرضون إرادتهم ويتسلطون ويجبون الأموال بواسطة هذه المناهج. قوضها رسول الله صلى الله عليه وآله وبين بأنه الدين الحق هو دين مستمد من القوة السماوية ومن الكتاب السماوي، وله قيمين عليه هم الذين يطبقون العدل بين الناس. نعم استاذ عباس، اذا تسمحون ننوه للاتصالات مشان الكرام. ارقام الهواتف الخاصه بالبرنامج ستظهر امامكم اسفل الشاشه. الحديث حول المتغيرات التي حدثت بعد واقعه السقيفه وكيف واجهها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخمس سنوات التي بويع فيها الى يوم استشهاده. نعم استاذ عباس، خلينا في ضمن هذه الدائره، دائره منهج امير المؤمنين اللي نعتقد أنه منهج رسول الله صلى الله عليه. طيب نبقى في نفس الإشكالية، أنه الحروب اللي حصلت مع الخلفاء قبل أمير المؤمنين كيف ممكن نعتبرها
مو فتوحات، كيف ممكن نعتبرها مو دفاعية باعتبار أنه الدولة الإسلامية كانت في منطقة معينة ومحاطة بدول عظمى ممكن تشن عليها حروب، فبدل ما هم يبادرون إحنا نبادر، بدل ما ننطيهم المجال يكتسحون الأراضي وبعدين يخضون على الإسلام، فإحنا لازم إحنا نبين قوتنا، لازم إحنا نتصدى لهذه القضية، لازم إحنا نتقدم في أكو تبويب وباعتبار أنه هذه القضية شرعية. أولا هي مجرد أنك تحاول أن تفرض على الناس فكرا معينا، هذا هو ضد الأديان. يعني لا يوجد شيء اسمه فرض الفكر، الفكر ينبع من قناعات في الداخل. إذا بدأت تحاول فرضه فمعناها أنت تؤسس أو لنقل تحرث الأرض لبذر النفاق. كيف؟ لأنه أنا بالنسبة لي الآن لو سلطت السيف على رقبتي سأؤمن بما تريد، لكن هذا الإيمان ليس من نابع من حقيقة في الداخل، وإنما هو إقرار لك لأنني أخشى على نفسي. الله تبارك وتعالى لا يريد الأمر بهذا الشكل، بل بالعكس الله تبارك وتعالى كثير من الصراعات حصلت المشيئة الإلهية بحصولها، لأن من دونها لا يتبين ما يخبئه الناس في قراراتهم من حقائق. يعني بمعنى الله تبارك وتعالى هذا الصراع بين الخير والشر اللي يحصل دائما، الغرض من عنده اللي يعبرون عنه بالفتنة، هذا الله تبارك وتعالى يريد أن يظهر الحقيقة اللي الإنسان يؤمن بها، لأنه الإنسان أحيانا يدعي أمرا معينا. كيف الآية المباركة أحسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هم يقولون آمنا بمعنى أنهم يدعون الإيمان، لكن الله تبارك وتعالى يعرضهم إلى الفتن لأجل أن يتبين هل هذا الإيمان الإدعائي يعكس ما في النفس أم لا. فلذلك أنت عندما تريد أن تدخل الناس بقوة السلاح، طبعا الذرائع ممكن أن تجد آلاف الذرائع، ذرائع بأنه أنت تخشى، أنت لا بد أن عندما تقول أنا أخشى من وجود قوة أخرى فأهجم هذه القضية، لا بد أن يكون هناك وضوح فيها. كيف الآن مع رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا وضوح، قريش تأتي إلى رسول الله بعددها وعديدها وتحاول بأنه تقضي عليه في معركة بدر، ثم في معركة أحد، ثم بعد ذلك تحزب الأحزاب في معركة الخندق. هذه كلها واضحة بأن هناك حراك من العدو ويحاول أن يبتلعك فتواجه. أما الفتوحات لا تختلف. نعم سيد عباس، إذا تسمحون توقف عند اتصال من الأخ أبو جلال من بغداد. أبو جلال تسمعني؟ عليكم السلام، ارفع صوتك ابو جلال ما نسمع. الاخو بالكنترول الصوت غير مسموع. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. تحياتي للاستاذ الدكتور. الله يحفظك. الله يحفظك. عندي مداخله بسيطه. نعم. بالنسبه للسقيفه اللي انعقدت، كان امير المؤمنين مشغول بالدفن والتحنيط وال موارد جسد خير المخلوقين. نعم. فعندما رجع كانوا أصحاب السقيفة بينهم يتخاصمون على من تكون الخلافة من بعد رسول الله. نعم. فشاهد أحد الأشخاص اللي كان هو حاضر بالسقيفة قال له ماذا قرروا؟ قال قرروا، قال لأمير المؤمنين قرروا بأن تكون الخلافة لهم. قال وبماذا احتجوا؟ قالوا احتجوا بالشجرة، انهم من شجرة قريش. قال والله لقد احتجوا بالشجرة واضاعت ثمرة، يعني ثمرة الدين ضاعت من وراء هاي السقيفة اللي جرت الويلات الى يومنا هذا. فامير المؤمنين اخلاقه اخلاق القرآن وسلوكه سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو نفس رسول الله. نعم. باختلاف الوظيفة، الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين، والإمام علي خليفة الأول لرسول الله. نعم. اللي عينه منذ بداية الرسالة. أحسنت. إلى نزلت الآية
بلغ ما أنزل إليك من ربي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أحسنت. والله يعصمك من الناس. أحسنت، شكرا أبو جلال على المداخلة. نعم أحسنتم. إذا تسمح لنا أبو جلال، عندنا أيضا اتصال ثاني نستقبله. نعم. شكرا شكرا لك للمداخلة، الله يجازيك بالخير، الله يحفظكم. نعم عندنا اتصال ألو ثاني. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين أنا؟ ورحمة الله. أنا وياك قاسم جواد من بابل. حياكم الله، حياكم الله. حي. قاسم، سؤالي هو من دعا الناس إلى سخيفة بني ساعد وكم الأشخاص الذي حضروها أول وهلة؟ نعم. كم عدد الأشخاص اللي حضروها أول وهلة، أول دعوة للحضور؟ نعم. من هو من دعا الناس الحضور الى سقيفة بني ساعد؟ حياكم الله. نعم، اوائل الناس. شكرا. نعم حياكم الله. حياكم الله خاصة. في امان الله، الله يحفظكم ويرعاكم ويسلمكم. نعم استاذ عباس. نعم، اذا قضية السقيفة نعم. اذا طبعا قضية السقيفة البعض يتوقع بانها حصلت نتيجة يعني لنقل بصدفة معينة، لحظة تاريخية معينة وتوجد سقيفة باعتبار ما مهيئ لها. لا لا، القضية أوسع من لها ذلك. أرضية إلى سوابق إلى طبعا. وإذا رجعنا إلى رزية الخميس، ما يعرف برزية الخميس أو حديث القرطاس، سنجد بأنه هناك تصميم وإصرار على منع رسول الله من قضية معينة. نعم. وأنه المدينة حصلت فيها تغيرات كبيرة جدا بعد فتح مكة. يعني قبل فتح مكة لم تتمكن قريش من اختراق المدينة وتهيئ لنفسها السبيل والأرضية الذي لا تجعل امتداد رسول الله متمثلا بأمير المؤمنين متمكنا من الأمر من بعده. يعني نعم قريش تعي بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله نص على ولاية أمير المؤمنين وجعلها ولاية مفترضة من الله تبارك وتعالى. الآية 67 واضحة المعالم، قضية خطبة الغدير، قضية حديث الثقلين، ما يحظ به رسول الله أصلا، حتى نفس النصوص إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما، ما إن تمسكتم بهما. النص القرآني أيضا يشير إن الله لا يهدي القوم الكافرين، والله يعصمك من الناس. يعني هذه الإشارات في ظاهر الناس تشي بأنه هناك قضايا غير مقبولة من قبل الناس في تلك المرحلة. رسول الله من عندما بدأت الدعوة من حديث الدار، لأن الأخوة ذكروا في المداخلة الأولى ذكر بأن رسول الله بيّن، نعم بيّن في حديث الدار، لم يحصل هناك أي نوع من الاهتمام بقضية أنه رسول الله يقول عندما جمع عشيرته الأقربين وأنذرهم قال أيكم يؤازرني على هذا الأمر ويكون أخي وخليفتي من بعدي. هذا كل الأمر ما أحد حتى تقدم وقال أنا إلا أمير المؤمنين، وكان أصغر القوم سنا. فعندما ثلاث مرات ويقول أمير المؤمنين بعد نداء رسول الله فأيكم يؤازرني على هذا الأمر ليكون أخي ووصي وخليفتي فيكم، بعد أن لم يستجب أحد قال هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، خرج القوم يتضحكون ويقولون لأبي طالب أمرك بأن تطيع ابنك. هذا المعنى في ذلك في تلك المرحلة، لأنه الإسلام لم تتضح المعالم، يعني الدعوة الرسول ما كانوا ينظرون إليها باعتبارها ستؤسس دولة، ستؤسس كيانا له من القوة والسطوة بحيث من يتمكن منه قاد، هم يعبرون هكذا، قاد الأمة أو قاد العرب أو قاد الناس إلى ما يشاء. بعد ذلك عندما أصبحت النصرة لرسول الله وظهر الدين بشكل واضح وأصبحت هناك قوة وأصبحت قريش لا تستطيع أن تجابه واضطرت إلى أن تعتنق هذا الدين، يعني كثير من رجالاتها دخلوا في الدين الإسلامي لأنه ما وجدوا سبيلا إلا أن يدخلوا فيه، لكن هل كانوا يوافقون على أن يسير فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله بسيرة العدل التي لا تؤمن لهم أن يكونوا على في الواجهة ولهم الوجاهة والسلطة والمال وبوصفهم يعني كانوا سادات قومهم؟ لم يفعل ذلك رسول الله. هل يتركون بعد رسول الله
لوصي رسول الله الذي يشير إليه بأنه تمتد هذه القضية من بعده، لم يسمحوا بذلك. لذلك أصبحت القضية فيها قسم من التداعيات حتى لن نخوض فيها أصلا، يعني بعض التداعيات لن نخوض فيها، بعض الأمور الاحتياطية التي عملوها، لكن نأخذ الاحتياطات التي أظهرها التاريخ بشكل واضح. رزية الخميس تعبر عن انكماش عالي جدا للنفوذ الرسالي. يعني قريش تمكنت في تلك اللحظات، لأنه لا تتوقع أنه يجابه رسول الله في وسط قومه ويقول قربوا لي أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا، ثم ينبري أحدهم ويقول إن رسول الله يهجر، وبعضهم يقولون قربوا لرسول الله يكتب لكم، والبعض الآخر يقول القول ما قال عمر. هذه القضية تحتاج إلى فهم ما الأحداث التي حصلت، لأنه الآن حتى أنت تواجه وتجابه وترفض طلب لرسول الله، هذا معناها أنت يوجد أمور كثيرة قد حصلت، ولنقل مراكز القوى اختلت وتغيرت وأصبحت هناك قضايا مبيتة. سقيفة بني ساعدة اجتمع فيها الأنصار بعد أن علموا أنه الأمر سيؤول إلى قريش ويعزل عنه أمير المؤمنين. طيب إذن البداية يعني هم لو الأنصار في سقيفة بني ساعدة ابتداء حاولوا أن يحموا كيانهم ليس الإسلامي وإنما كيانهم القبلي في مقابل قريش، في مقابل قريش نعم، اللي وجدوا بأنه قريش تعد عدة معينة ولا تسمح لتمرير قضيتها، وأنه يترك رسول الله مسجى ولا يدفن، لأنه يعلمون بأنه أمير المؤمنين وبني هاشم لن يتحركوا قبل دفن رسول الله. القضية لا يمكن أنه تصل إلى مرحلة أنه أمير المؤمنين يترك رسول الله صلى الله عليه وآله جسده الشريف قبل أن يوارى الثرى، ويترك جسد رسول الله لينازع الأمر فيما هم يعدون له. طيب الآن إذا بداية الموقف كان من الأنصار حماية لأنفسهم، يعني سقيفة بني ساعدة عندما نقول اجتمع بني ساعدة هم من الأنصار. نعم. هؤلاء عندما اجتمعوا ويريدون لأنفسهم الإمارة، هؤلاء ليسوا بدأوا بها تمردا على وصية رسول الله لا بأمير المؤمنين، لكن وجدوا، لأن هناك قراءة يقرأها القوم ويعلمون فيها كيف تتوزع مراكز القوة، عندما نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله انتقل إلى الرفيق الأعلى، مات شهيدا، والقوم عندما كان يأمرهم رسول الله، لاحظ هذه واحدة من التداعيات الكبيرة أيضا اللي يجب أن نلتفت لها في قضية سقيفة بني ساعدة. أصلا كثير من الأشخاص اللي دخلوا في سقيفة بني ساعدة هم كانوا قد وضعهم رسول الله في جيش أسامة، وأنفذ هذا الجيش ولعن من تخلف عن هذا الجيش، أنه كأنما هو يريد أن يبعدهم عن المدينة في تلك اللحظات. طيب هؤلاء كيف أنهم تركوا الجيش وجاءوا لولا أنهم كانوا يترقبون خبرا، يترقبون أمرا، يخططون؟ فإذا توجد عندنا خطط، هذه الخطط موجودة. سقيفة بني ساعدة لم تكن صدفة في الزمن، وإنما كانت قضية يحاول فيها الأنصار، أو حاول بالبداية الأنصار أن يتداركوا الموقف، فيجتمعوا ويقولوا لنحقق لأنفسنا الوجود، باعتبار أنه الأنصار قرأوا القضية قراءة معينة كانت تتجه باتجاه قريش وباتجاه نقض المشروع السماوي المتمثل بخلافة أمير المؤمنين. هم قرأوها بهذا الشكل وحاولوا أن يتداركوها، لأنه العرب كانت لحد الآن كيانها القبلي قائم، حالة يعني منافسة بين الأنصار وقريش على قضية من يحكم بعد رسول الله. بالنسبة للأنصار الآن وين كان موضوعنا، يعني ليس هو بالضبط، لكن الأنصار كانت تريد لنفسها أن لا تقع ضحية، باعتبار أنه الأنصار يعني صمدوا وحاربوا قريش، فيعلمون بأن قريش إذا تمكنت الآن الثارات ما راح تتركها، وهذا اللي فعل يزيد.
يزيد في واقعة الحرة ليش أباح المدينة؟ إذا يزيد كان يؤمن بالإسلام وهو على رأس السلطة الإسلامية، فالأنصار والمدينة وأهل المدينة دافعوا عن الإسلام اللي مكن بالنتيجة النهائية أن يكون زعيما وقائدا. نعم. لماذا أباح المدينة لجيشي؟ انتقاما. انتقاما، والأنصار كانوا يعلمون بأنه قريش إذا وصلت القضية وتمكنت من نقض المشروع الإلهي وتمكنت قريش من السلطة، رويدا رويدا سينتهي بها الأمر إلى أن تجزر نتيجة الثأرات. نعم، نستقبل اتصال من الأخ أبو دريس من كربلاء. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله وبركاته. تحياتي لك الكريم. حياك الله أبو دريس. حياكم الله. أستاذ العزيز العفو، بالنسبة لموضوع الخلافة. نعم. هناك الآيات 246 وما بعدها في سورة البقرة. نعم. اللي تذكر يقول أنا ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل حسيتم أن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون الملك عليهم ونحن أحق بالملك منه. يعني هم في البداية طلبوا من نبيهم أن يرسل لهم أن الموضوع وما فيه هو عبارة عن قيادة رسالية. نعم. فهذه القيادة الرسالية عندما طلبوا من نبيهم أن يرسل لهم طالوت، فجاوبوا نبيهم قال إن الله قد بعث لكم، هم طلبوا من النبي. نعم. وكان الجواب إن الله قد بعث لكم، يعني موضوع القيادة الرسالية موضوع إلهي. نعم. وليس اختيار بشري. نعم. هذا جانب. نعم. الجانب الآخر أنه السنن الإلهية في موضوع اختيار الأنبياء والرسل سنن تعتمد على العامل الجيني الموروث. نعم. فعندما يذهب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ويلتحق بالرفيق الأعلى من الذي يأتي من بعده هو نفس الرسول فقط يحقق هذه الحالة، وإن لم يكن الرسول من الأقرب جينيا إليه؟ هل الأقرب جينيا له هو معاوية؟ نعم. من الذي يحمل تلك المواصفات الجينية؟ قال إن الله اصطفاه لكم وزاده، الآيات الكريمة أرجع لها. نعم. وزاده بسطة في العلم والجسم. قالوا أنا يكون له الملك علينا أيضا على نفس الآيات. أحسن. ونحن أحق بالملك من؟ قال إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم. هذه البسطة وين موجودة؟ من اللي تحمل المواصفات النبوية؟ وانطيني آية في كتاب الله تقول بأن السنن الإلهية تنتهي في موضوع النبوة والرسالات إلى الصحابة. انطيني حالة واحدة، آية واحدة في كتاب الله تشير إلى ذلك. أوفنا من النقل، اتركنا من النقل. نعم، أحسنت. وهذا الجانب حقيقة يجب التركيز عليه قبل أن يكون نقل وروايات ومن الأمور. احسنت ابو دريس، حياك الله حبيبي، شكرا مداخلتك. شكرا جزيلا، الله يجزاك الله خير. الله يحفظكم ويسلمكم. ابو دريس ركز على موضوع القياده الرساليه والاختيار الالهي باعتبار انها تعتمد على جوانب مرتبطه بالنبي وبقضيه الجينات. هذه قضيه مركزيه بغض النظر الان عن قضيه الجينات، لانه الجينات هو يركز عليها من جهه ذريه بعضها من بعض. نعم. نحن عندما نريد أن نتحدث نختصر الأمر بأن الاختيار لله تبارك وتعالى في إقامة شرعه ودينه، يعني إقامة الدين الإلهي لا يمكن أن نفرغ يد الله تبارك وتعالى عن أن هو الذي يعين من الذي يقوم بهذا بالكامل وبالتمام، اختيار إلهي لا دخل البشر ذلك. يعني إذا أردنا نعبر عنها باللهجة دارجة نقول البشر لهم الصافي، يعني هم عندما يخوضون في هذا الصراع سيعكرون الأجواء الدينية برمتها. البشر الإنسان المكلف الإنسان إلى صافي الأمر من أن الله تبارك وتعالى يعين من باتباعه
يتحقق رضوان الله. الله سبحانه وتعالى تكفل بالأمر والأمر إلى الله، لا دخل البشر في ذلك. نستقبل آخر اتصال. فلاح من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجوركم بذكرى شهادة الزراعة بالرواية الثالثة، وجعلنا وإياكم من خدمتها. أجركم الله، أجركم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم. الأخ مقدم البرنامج، الأخ العزيز ضيف البرنامج الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة بس مرور على خطبة الزهراء الفلكية الموسمة الخطبة الفلكية التي ألقتها على المسلمين في المدينة المنورة. أظن الأحداث التي جرت بعد شهادة الرسول المصطفى. حقيقة أستاذي العزيز ضيف البرنامج، يا ريت تمرون على المراحل التي تلسلت بها سيدتي مولاتي الزهراء هذه الخطبة المباركة، التي خصت في البداية الرسالة المحمدية ثم تعريفها، وكأنها القوم قد جهلوا معرفتها ومقامها، ثم أطرقت إلى مخاطبة أصحاب السلطة، ثم خاطبت كذلك الأنصار، وكأنهم قالوا ما هذه الغميزة، وكأنه المجتمع كله كان انساق وراء الغفوة، كأن القوم يعني وقع عليهم القول، انسلبوا على أعقابهم. وهذه النكسة المجتمعية العامة هل كانت بسبب السلطة أو بسبب خلل المجتمع أو بسببهما؟ يعني لماذا هذه الغميزة التي وصفتها الزهراء عليها الصلوات في هذه العبارة؟ لماذا هذا الغبن للرسالة وأهل الرسالة؟ أحسنت، أحسنت. حياك الله أخ فلاح، جزاكم الله خير. خطبة الزهراء خطبة مهمة، وأيضا ضمن الأحداث اللي حصلت بعد استشهاد النبي الأكرم، احتمال في الحلقة القادمة هذه الحلقة يعني أوشكت على الانتهاء، باقي عندنا دقائق قليلة نختم بها في قضية الأمور اللي حصلت في قضية سقيفة بني سعدة وخطبة الزهراء وما بينته في الخطبة. مثل ما قال الأخ فلاح أنه بينت الأمور متعلقة بطبقات المجتمع والموقف اللي حصل به، ممكن نتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. ولكن نرجع لقضية السقيفة وتداعيات السقيفة، ذكرت قضية مهمة أنه الأمر كان مخطط له. نعم، ما حصلت وليدة الصدفة هي القضية. يعني إذا أردنا أن نعبر تعبير ممكن أن في الحلقة القادمة نتوسع به. الحقيقة قريش لم تنهي حربها. عندما دخلت في الإسلام قريش بدأت بنوع جديد من الحروب، وهو محاولة سحب كل النصر وكل القيمة المادية الحقيقية، يعني كل ما يرتبط بالانتصارات اللي حققها الإسلام على المشركين، قريش حاولت تسحبها بأنه تأخذ المكانات وتجعل القيادة بيدها، لكن هذا ضمن تخطيط عالي جداً بدأت فيه فلذت كبد رسول الله، يعني الزهراء اللي هي بضعة رسول الله، والزهراء التي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله رضا الرحمن يدور مدار رضاها، يعني إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبه، وهذه القضية ثابتة في عند المسلمين فيما بينه رسول الله، جعلها تنادي القوم ولا يستجاب لها. هذا ما كان ليحدث هذا الأمر لولا أننا هناك حرب باردة نعبر عنها أيضا عن المصطلحات الحديثة، يعني لم تحمل فيها أسلحة، لكن تمكنت فيها قريش من أنه تجهز من الداخل على كل القوة اللي نعبر عنها القوة المعنوية القوة المركزية. فحاولت بهيمنتها الداخلية من أنه تفرض نفسها مخطط معين، وهذا المخطط أول ما بدأ فيه على الظاهر بدأ حصار لأهل البيت، إذن متمثلا بالزهراء الآن، لأن الزهراء عندما تؤخذ ما يؤخذ منها ما هو تحت سلطتها، يعني تحت يدها، يعني فدك كانت الزهراء مبسوطة اليد فيها، عندما ترفع يد الزهراء عن هذه الأراضي هذا يعني بأنه الآن عندنا تمكن جدا عالي لقريش وللعمل اللي حاولوا أنه يبعدون بأهل البيت عن مقامهم، بحيث خطبة الزهراء إذا رجعنا وفككناها راح نلاحظ بأنه الزهراء تبدأ
ليس فقط من قضايا التوحيد، وإنما تبدأ من كيف أن الدين قد أقيم. عرفت الوقت؟ نعم الوقت انتهى. إذا تسمح سالة عباسة، نجل دخول هذه القضية وموقف قريش من موقف الحكم والمخطط اللي حصل مثل ما بينتوا للاستحواذ على الأمور، وبدأوا بالزهراء سلام الله عليها. هذا الأمر نتركه للحلقة القادمة إن شاء الله. أستاذ عباس الوهاب الشمري، شكرا جزيلا لحضوركم. حياكم الله، الله يحفظكم. حياكم الله، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس التوقيت في حلقة جديدة من برنامج حياة المصطفين. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف. السلام عليكم ورحمة الله.